الحريري في إفطار المستقبل للإسراع في تشكيل الحكومة. ناس بدها فريق عمل للشغل مش للنقار السياسي. مرسوم الجنسية يدخل مرحلة الفحوص الأمنية وتحضيرات للطعن. أي شائبة من أي نوع كان رح يكون موضوع طعن بهالمرسوم. مكتسبات الجنسية اللبنانية فتح الحساب. هؤلاء لماذا يريدون أن يحملوا الجنسية اللبنانية؟ أبو فعور لن نقبل بتحويل الجنسية إلى سلعة. هذا المرسوم لن يمر مرور الكرام. الشاطئ العام وجه أبيض في سور وأسود في بيروت. طقس كتير حلو، البحر كتير نظيف، والولاد على الشط والمجاري حد. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. المرسوم القوي يرفع سقف الانتقادات ويبدل وجهة المعركة من التأليف إلى التجنيس. ولناحية جهة الادعاء فإن المطلوب اليوم رفع السرية الإسمية عن المجنسين وإخضاع اللائحة لسكانر أمنية لمعرفة جنس الملائكة الجدد، على أن يتم اليوم الحصول على نسخة من اللائحة بطلبات مقدمة من الكتائب والقوات والاشتراكي والذين كرروا أقوالهم أمس، مضافا إليها أقوال الكنيسة وراعيها الذي رأى أن مبدأ منح الجنسية اللبنانية هو رابط الدم لا الأرض ولا الخدمات. ووفقا لما هو مرسوم فإن الأمن العام سوف يتزود بنسخة يتلقى بموجبها الشكاوى، يتثبت من دقتها ومن مطابقتها المواصفات الأمنية، ويرفع بالتالي نتائج الاختبارات العينية إلى السلطات السياسية. ولأن السرية أحيطت بالمرسوم فقد ساهم ذلك في تزايد الحملة والشائعات ونشر أسماء على غاربها، لكن مرجعا مختصا نفى للجديد أن تكون قد أضيفت أسماء على اللائحة في أثناء تنقلها من الداخلية إلى السرايا، لأن التوقيع الأخير هو لرئيس الجمهورية. وأشار المرجع إلى شخصيات حذفت قبل التوقيع وذلك على أثر تدقيقها أمنيا. أما الأسماء الأخرى فلا شوائب حولها، والشوائب هي في السرية نفسها وفي اتباع الخلسة بدل الجلسة والمكاشفة مع الناس. وفي هذا الإطار طالب النائب جورج عدوان عبر الجديد بعدم الاستخفاف بعقول اللبنانيين، فهو مرسوم يخص الرأي العام ومن حقه الاطلاع على كل التفاصيل. وموقف عدوان لا يبتعد عن خطى العهد الذي زرع ثقافة المعرفة من خلال إقراره مشروع حق الوصول إلى المعلومة. فأين المعلومة؟ ولماذا التستر كمن ارتكب جريمة؟ والأهم، من سيكشف للنواب والرأي العام أسماء المجنسين؟ وكيف سيتمكن النواب والمواطنون من الشكوى والتبليغ عن الشوائب إذا كان المرسوم سريا؟ هي أسئلة مشروعة، والوضوح هو اختصار للمسافات وأقرب طريق للحقيقة. فإما التجنيس على المكشوف وهذا حق الفخامة، وإما استلحاق ما صدر بمرسوم آخر يمنح كل امرأة لبنانية متزوجة بأجنبي حق الجنسية لأولادها. خير هذا بشر ذاك، مرسوم بمرسوم. ولم يعد صحيحا بعد اليوم أن قضية المتزوجات بأجانب تحتاج إلى قانون في مجلس النواب ما دام ملفهن ينتهي بشحطة قلم. وبما أن الدولة أنهت معاناة رجال أعمال سوريين وفلسطينيين ويمنيين وتشيك وألمان وخليجيين، فلتنهي مأساة أمهات لبنانيات ومعهن مكتومي القيد وأبناء من القرى السبع. أما إذا استمرت السلطة في الحفاظ على السرية في منح الجنسية فإن سمعة الدولة برمتها ستكون عرضة للطعن.
أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن العالم ينتظر منا إصلاحات جادة وقرارات جريئة بوقف الهدر ومشروعا واضحا بأن يكون القانون فوق الجميع. كلام الحريري جاء في حفل الإفطار المركزي الذي أقامه تيار المستقبل لأهالي بيروت في حضور الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق وعدد من الشخصيات، إضافة إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وسفراء عرب وحشد من أبناء العاصمة وفاعلياتها. وقال الحريري ليس هناك خيار سوى السير بهذه الإصلاحات التي هي خيارات لابد منها، وأضاف الناس لا يكترثون لوزير بالزائد أو وزير بالناقص، الناس تهمهم هيبة الدولة والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويريدون فريق عمل للعمل لا للنقار السياسي. والله أنا رحت على السعودية قضيت نوم، قد ما كان مكسور علي نوم نمت طول الوقت بس فكرت فيكم. والله جاي بحيوية إن شاء الله لحتى نشكل هالحكومة، وأول خطوة صحيحة مطلوبة كيف هي طلعت معي؟ هذا الصيام، شفتوا شو بيعمل الصيام؟ أول خطوة صحيحة مطلوبة بهيدا المجال هي الإسراع بتشكيل الحكومة والتوافق على فريق حكومة قادر يتحمل مسؤولية مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية. العالم ناطر من لبنان إجراءات واضحة ليقدر يساعدنا. العالم ناطر منا إصلاحات جدية لمصلحتنا مش لمصلحة حدا تاني، مصلحتنا نحن، وقرارات جريئة بوقف الهدر ومشروع واضح بأنه القانون فوق الجميع وأكبر من الجميع. ما في خيار قدامنا إلا نروح بهالإصلاحات. البعض بشوفها خيارات موجعة وأنا بشوفها خيارات لابد منها، لأنه وجع ساعة أهون على البلد والناس من وجع كل ساعة. الناس بدها فريق عمل للشغل مش للنقار السياسي، وأنا ماشي على خط الناس، ماشي على خطوط الوفا يلي شفناها ببيروت وبكل لبنان. في أزمة مرسوم التجنيس قال المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم للجمهورية سأدرس الملف بالتفصيل، والأمن العام ليس بعيدا عن هذه المهمة لأنه السلطة المكلفة التثبت من الأوراق وتلقي المراجعات، وإذا كان هناك من شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على الجنسية من هو مؤهل ويستحقها. ومنذ البداية كان يجب أن يمر هذا المرسوم عبر الأمن العام ليقوم بدوره على هذا الصعيد قبل أن يصدر. وأكد إبراهيم أن هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بعد صدور المرسوم هدفها تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح، وهي جدية وفيها إصرار على إخراج هذا المرسوم من التداول والتشكيك ووضعه في إطاره التقني، مؤكدا أن كثيرا مما أثير حول الأسماء قد لا يكون صحيحا. مرسوم التجنيس يتفاعل وسط تضارب المعلومات بين الأطراف، والقوات اللبنانية مستمرة في معركة الرأي العام. دخل مرسوم الجنسية مرحلة الفحوص الأمنية والكشف عن السجلات التجارية لرجال أعمال منحوا هذا الحق. في السياسة يتجه كل من القوات والكتائب والاشتراكي إلى المساءلة والطعن. مرسوم بهالأهمية أول شغلة كان لازم ينطلع فيه للرأي العام وينشرح مسبباته وشو سبب أعطاء الجنسية لكل واحد من يلي نعطوا الجنسية. تمرق بسرية كاملة ومتكأنه هيك عم نخبي شغلة. اليوم من حق الرأي العام بأسرع وقت ممكن أنه يطلع على كل تفاصيل هالمرسوم، ورأي الرأي العام فيه بتصور سبق نشره، لأنه الرأي العام يعني منزعج جدا. هاي معركة مش سياسية بمعنى الضيق والأحزاب، هيدي معركة كل اللبنانيين بالحفاظ على كرامتهم
على وطنيتهم على جنسيتهم. هاي المعركة نحن رح نخوضها للآخر. لا ينفي عدوان أن الجنسية السورية شكلت دافعاً كبيراً لتحركهم. اليوم نحن كلنا عم نحارب كلبنانيين، والدستور حاكي عن اللاتوطين. اليوم أعطاء أي جنسية لا مع احترامنا الكامل للفلسطيني أو للسوري بهذا الظرف يلي كلنا عم ننادي بأنه ضرورة يرجعوا على بلدهم، بتحط موقعنا كلبنانيين بموقع ضعيف تجاه كل اللي عم نطالب فيه نحن. هيدي بالأول. ثاني شيء، إذا تبين فعلا أنه هذه الأسماء مثل ما منشورة ببعض التواصل الاجتماعي في حول هالشوائب يلي نحكى عنها، يعني بتكون هون عندك سبب إضافي. لكن رئيس الجمهورية صاحب التوقيع أحال المعترضين إلى الأمن العام للتثبت. أما على ضفة الأمن العام فإن اللواء عباس إبراهيم لم يتسلم لائحة المجنسين بعد، ولم يطلع إلى تاريخه على المرسوم وأسمائه، وهو بات مكلفا من الرئيس ميشيل عون تلقي أي اعتراض للتدقيق في صحة الشكوى. وقالت مصادر مطلعة للجديد أن الأمن العام سوف يطلب غدا تزويده هذه اللائحة، وبعد إجراء المقتضى سيرفع الملاحظات إلى السلطة السياسية، وسيتبين ما إذا كان المجنس تشوبه شائبة وتحديدا أمنية. وتضيف المعلومات أن التدقيق سوف يشمل السجل الأمني للمجنس. وعن الجهة التي يحق لها تقديم الشكوى والاعتراض تقول معلومات الأمن العام: الجميع له الحق في ذلك، والمواطن قبل السياسة. على أن مسألة التدقيق الأمني يفتي فيها مرجع مختص وزاريا ويقول إن كل الأسماء التي منحت الجنسية اللبنانية قد جرى عرضها مسبقا على 3 دوائر: الانتربول الدولي، النشرة، والأجهزة الأمنية، حيث أعدت تقارير أمنية عنها، وأن كل الأسماء لم تثبت في حقها أي شبهة، ومن طالته الشبهات حذف اسمه من اللائحة قبل توقيعها من رئيس الجمهورية. اليوم خلينا تبلش تنشر الأسامي قبل ما يقول مين عنده اعتراض، لأنه كل التداول اليوم بأسماء يفترض وجودها. الاعتراض بصير أمام القضاء، في قضاء مجلس الشورى يلي هو معني بالمرسوم مباشرة. ما فينا نخدها بس بقصة النشرة وإذا في مذكرة توقيف حاليا في أو لا، قصة أكبر بكتير، يعني كتير مهم ما نسخف هالموضوع. وأكد المرجع المختص للجديد أنه لم تجري إضافة أي اسم خلال تنقل المرسوم بين الداخلية والسرايا، وذلك لسبب يبطل هذا الاتهام، وهو أن رئيس الجمهورية هو المرجعية الأخيرة التي توقع على المرسوم. ويوضح المرجع أن هناك أسماء لا تتخطى 8 حذفت بعد التدقيق وقبل توقيع الرئيس. القوات اللبنانية استدركت عدم إلزام الرئيس نشر المرسوم ووضعت خطة سيرها للمواجهة. القانون يلي صدر بحق الاطلاع تبع المواطنين يلزم بأن وزارة الداخلية بكرة حنتقدم لها بطلب أن تطلعنا وتعطينا نسخة تبع الأصل، نحن دغري أول ما تصير بين إيدينا رح ننشرها لإطلاع الرأي العام. وبالتالي نحن الإجراء اللي عم نعمله هلأ هو للحصول على نسخة تبع الأصل لنروح نطعم فيه أمام مجلس الشورى. مصادر الجديد أكدت أن جزءا من الأسماء المتداولة ليست صحيحة، وأن بعضا ممن أثارت أسماءهم حفيظة اللبنانيين هم من ضمن الأسماء التي شطبت قبل توقيع المرسوم، ما يثبت مطلب عدوان بنشر الأسماء. على ذلك يوضح للبنانيين حقيقة ما يجري. حسان الرفاعي، قناة الجديد. بعيدا من التجاذبات السياسية، لماذا يريدون الحصول على الجنسية اللبنانية؟ بات على العهد بكل مندرجاته الحكومية أن يقدم تفسيرا لمرسوم التجنيس الذي مرر تسللا هرب تهريبا بين الداخلية والسرايا والعبدة. قضية مرسوم التجنيس التي الذين دفعوا تجنسوا، يلي استحوا ماتوا منزوعي الهوية والانتماء. فالفضيحة متمادة. فلماذا يصمت العهد وبأي ثمن صدر المرسوم؟ يوم ولدنا لم يكن لدينا خيار بجنسيتنا، فولدنا لبنانيون، إلا أننا عشقنا الأرزة والأرض والتاريخ والجغرافيا والتقاليد والعادات والقيم. فالوطن وطننا ومصيره من مصيرنا، إلا أن هؤلاء لماذا يريدون أن يحملوا الجنسية اللبنانية؟
في ظل التكتم وصعوبة الوصول إلى المعلومة، نشرت صحيفة الحياة السعودية عدد الحاصلين على الجنسية اللبنانية البالغ عددهم 369 كاشفة جنسياتهم، فهم بحسب الصحيفة السعودية ألمان، تشيكيون، أمريكيون، سعوديون، خليجيون، مصريون، يمنيون، تونسيون، فلسطينيون، سوريون وعرب لديهم جنسيات أجنبية من رجال الأعمال والمستثمرين. ليس الرئيس ميشيل عون الأول في استخدام صلاحياته بعد الطائف، بل سبقه الرئيس الراحل ياسر الهراوي في مرسوم عام 94، ولحق به الرئيس السابق ميشيل سليمان الذي شهد عهده مرسومين، في أحدهما جرى تجنيس محافظ حمص وأقارب زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد. من هنا لابد من سؤال هؤلاء اللبنانيين الجدد، لماذا يتسابقون للحصول على جنسية بلدنا؟ بعيداً من التجاذبات السياسية والاعتبارات الحزبية والغايات في نفس يعقوب التي تختلف من حزب إلى آخر ومن عهد إلى عهد ضمن الحزب والتيار الواحد، إلا أن الحاصل على الجنسية لا يتوجب عليه التخلي عن جنسيته الأصلية، وسينعم بالحقوق السياسية كحق الترشح للانتخابات وحق الانتخاب. أما الأهم فهو الشق الاقتصادي والمصرفي، وتحديداً في ظل الحديث عن مقربين من مصارف لبنانية ورجال أعمال ومستثمرين، فلللبناني مقارنة بالأجنبي معدلات ضريبية منخفضة على الأرباح والشركات والدخل. كذلك ينعم حامل الجنسية اللبنانية بحرية انتقال رؤوس الأموال بين لبنان وباقي الدول، إضافة إلى الاستفادة من تقديمات مصر في لبنان وحوافزه. وللبنانيين الجدد حقوق مالية وإدارية كحق التملك وحق التوظيف وحق التوارث. شو المعايير يلي اعتمدت لإعطاء الجنسية لهول الأشخاص مش لغيرهم؟ هذا المرسوم لم يمر مرور الكرام. يقول المثل: متى عرف السبب بطل العجب. وكما أن هؤلاء يرغبون في الجنسية اللبنانية، فإن العديد من اللبنانيين يرغبون في جنسيات أخرى، وتحديداً الأجنبية منها، أوروبية كانت أم أمريكية، للأسباب نفسها أو لأسباب أخرى. إنما في ظل حساسية الوضع الديموغرافي والسياسي والحزبي في لبنان، فللجنسية اللبنانية طعم وطعم آخر. رشا الكرم، قناة الجديد. قرار رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وقف العمل بمرسوم منح الجنسية ريثما يصار إلى تدقيق جديد في كل الأسماء الواردة في المرسوم من قبل المديرية العامة للأمن العام لم يصل بعد إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي قال للأخبار إنه لم يسمع من الرئيس عون أي طلب في سياق تجميد تنفيذ المرسوم، مضيفا إن أي مسؤول في وزارة الداخلية لا يمكنه وقف تنفيذ مرسوم صادر إلا بناء على طلبه هو. جاءنا من السيد سامر فوز ما يلي: أريد التأكيد لمحطتكم الموقرة أنني لم أتقدم بمرسوم الحصول على الجنسية اللبنانية ولم أحصل عليها، وأنا أفتخر بجنسية السورية ومتمسك بها، لذا أحببت التوضيح. وفي مقابل التوضيح أكدت مصادر الداخلية أن السيد سامر فوز لم يكن اسمه مدرجا أساسا على لائحة الحصول على الجنسية. وفي اتصال مع الجديد أكد عميد كلية الطب ورئيس جامعة دمشق ووزير التعليم العالي السابق الدكتور هاني مرتضى أنه لم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية وله كل الفخر بجنسيته السورية، موضحا أن زوجته ووالدته لبنانيتان وهو يتردد إلى بيروت بحكم صلة القربة. ونفى مرتضى كذلك كل ما تردد عن وساطة يقوم بها لتحويل الأموال من إيران إلى سوريا، وقال: أنا مهنتي هي الطب لا تعاطي بالأوراق النقدية، والعمل الوحيد الذي شرفتني الدولة السورية به هو الاعتناء بمقام ديني كمقام السيدة زينب، وهذا شرف عظيم لي. وردنا أيضا توضيح من السيد فاروق ديب جود أنه لم يتقدم ولا يتقدم بطلب أي جنسية أخرى، وهو يحمل الجنسية السورية ويتشرف بها، لكنه أكد أن أبنائه الثلاثة تقدموا وفق الأصول القانونية بطلب الجنسية اللبنانية لتسهيل سفرهم وعودتهم إلى سوريا من أجل إدارة أعمالهم التجارية، وذلك بسبب الصعوبات الصارمة المفروضة على الشعب السوري. وقال إن لا علاقة أو ارتباط لهم بأي جهة سياسية، بل هم رجال أعمال لا أكثر.
في خلال ترأسه قداسا لتجديد تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر، رأى البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي أن الضجة التي أثارها مرسوم التجنيس مبررة بسبب كتمانه. بسبب ما أثار مرسوم التجنيس سنة 1994 من خلل ديموغرافي كبير في البلاد، وبسبب عدم تنفيذ ما أبطله بشأنه قرار شورى الدولة، وبسبب إهمال الملحق التصحيحي الذي قدم في حينه، وعلى الأخص بسبب وجود أعداد من النازحين واللاجئين تفوق نصف سكان لبنان. أليس هذا ما تخوف منه الرأي العام برفضه المادة 49 المضافة على مواسنة هذا العام؟ وفي كل حال نقول للمسؤولين، يبقى مبدأ منح الجنسية اللبنانية رابطة الدم، لا الأرض ولا الخدمات، نظراً إلى خصوصية نظام لبنان السياسي. النائب وائل أبو فعور، وفي احتفال أقامته وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي في راشية، أعلن أن الاشتراكية سيتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على مرسوم التجنيس، وقال إنه لا يمكن للبنان أن يسير في فلك النظام السوري. هذا المرسوم لن يمر مرور الكرام، لا يمكن القبول بتحويل الجنسية اللبنانية إلى سلعة تباع مقابل الأموال. ولمن؟ لمن؟ للقتلة وحلفاء القتلة، للقتلة وكبار معاوني القتلة. أخلصنا بعضنا من مرسوم التجنيس الذي نتعهد كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدم اشتراكي بأن نبذل كل الجهود الممكنة للإطاحة بهذا المرسوم. أنتم تتواصلون معهم لأنكم تريدون للبنان أن يعود ليسير في فلك النظام في سوريا، وهذا الأمر لن يكون لن يكون لن يكون. هذه الاتصالات بالمعنى المنطقي والواقع هي مضيعة للوقت، لأنه هذا النظام هو اللي هجر. هذا النظام الذي يعتمد الترانسفير الجماعي، هذا النظام الذي يعتمد التهجير الجماعي، رايحين عم تحكوا مع نفس النظام لتعيدوا النازحين. كيف ممكن نفس النظام اللي هجر بدكم تتفاوضوا معه لإعادة النازحين إلى سوريا؟ زار وفد من حزب الله يضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نائب السابق ولي جملاط في حضور الوزير السابق غازي العريضي. وأشارت قناة المنار إلى أن اللقاء كان إيجابيا وتناول ملفات عدة. وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد زار السيد حسن نصر الله أمس الأول، واتفق الجانبان على ضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، كما جرى البحث في موضوع النازحين وكيفية مكافحة الفساد. بعد الفاصل، أزمة مياه في الكفاءات. أهلا بكم من جديد. الشاطئ العام برجين. رملات وشمسات وسباحة ميات، شو بحبك يا الرملين بيضة. هكذا عبر قدامى بيروت عن حبهم للرمل البيضاء، لكنها لم تعد كما كانت قديما، بل أصبحت مصيفا للمجارير. الأولاد على الشط والمجارير حدهم، يعني بنأسف على هيك منظر وهيك وضع، يعني أكيد بس اللي مثلنا ما بيقدر يجي الا لهون. بعدنا على المجاري من هونيك، جينا لهون، فهمت علي؟ من الريحه وين بدك تروح يعني؟ وين بدك تروح؟ على خلدة؟ على اضرب؟ بيدروا الشعب انه قاعد بده يقعد يشم الهواء، بده يشم ريحه حلوه، عم ياخذ مجرور ويتحمى بالمجرور. هيدا الموجود للشعب الفقير بالنسبه ل اذا بدنا نحكي المنطق يعني. وانتخابات خلصت، مجاري العالم عم تزعل تصبع، بس عم يطلع كل واحد بيطلع عم بيحكحك كل جسمه. الإصلاحات ممنوعة من زيارة الشاطئ. هون يعني
في استهداف على انه يكون هذا المنظر هيك عشان يمنعوا الناس انها تجي لهون. معقول المجرور على رملة البيضاء؟ والله شيء معيب، الشقة بملايين الدولارات وقدامهم مجارير 24 على 24. لسنا وحدنا من اتينا من بيروت الى صور، كثيرون يمتعضون من حال الشاطئ العام في بيروت فيجدون في شاطئ صور مثالا يتمنون لو انه ينطبق على الشواطئ الاخرى. هنا تتولى البلدية الحفاظ على نظافة الشاطئ وامن الحاضرين، والتعاون مستمر بينها وبين أصحاب الخيم ليكون الزائر محاطاً بجو سليم. يا ريت ما بتسألني، حرام حرام شط الشعب ببيروت، يعني كان ملتقى لكل الناس. كل شيء بينزل من الصحية الخيمة، بلدية بتأمن لك الصحية الثابتة إذا فيكم تشوفوها، هي موصولة كلياتها مع صور، بتصور مثل الصرف الصحي تاع المدينة. كل الناس بتجي، اللي بده يجي على الخيام بيجي، بدوش يقعد لوحده على الشط بيقعد لوحده. يعني فيها الحرية، ما فيها حرية كاملة، ما حدا بيقول لهم وين الطريق. ما في نسبة ابدا، لانه شط بيروت كثير في وسخ، في ما في اهتمام، ليل نهار مفتوح وعلى طول في نظافه وكل شيء واهتمام دائما. في الدفاع المدني وفي الصليب الاحمر، يعني صار شيء وكذا انه دغري بيجوك. انا كثير مبسوطه، الشط هون كثير نظيف ورايق، وبتمنى يعني لو في بعد هيك شط بلبنان منه برايفت. في صور، الصوره ابلغ من الكلام، اما في الرمل البيضاء مهما كانت الصورة بليغة فالرائحة أبلغ. غدي بموسى، قناة الجديد. أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عملية نوعية نفذتها شعبة المعلومات منذ يومين في الأوزاعي، حيث دهمت مستودعا وضبطت في داخله أكثر من 15 طنا من مادة الحشيشة موضبة في مستوعبات للدهانات معدة للتصدير إلى الخارج، كما ألقت القبض على جميع أفراد العصابة. وأشارت إلى أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص. المفاوض بالتوقيع عن شركة سوبرا جروب عبد عارف الغزال الخير أعلن أن المستودع المذكور لا يعود إلى الشركة، مشيرا إلى أن معامل الشركة تقع في منطقة الكفور، وطلب عدم ذكر اسم الشركة في هذا الموضوع لكونه غير صحيح وفيه تجن وافتراء، مؤكدا أن الشركة تحتفظ بحق الادعاء في وجه أي كان وتجهى المراجع المختصة كافة لما في هذا الخبر من تشويه لسمعة الشركة. شارع أبي طالب في الكفاءات بلا ماء والأهالي ينتفضون. في منطقة الكفاءات وتحديدا في شارع أبي طالب يعاني السكان من انقطاع مياه الشفا منذ أكثر من 20 يوما من دون معرفة الأسباب، وعلى الرغم من مراجعاتهم اليومية للمسؤولين إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا. الخط الفوقاني بيجي كل 3 أيام والرابع، والتحتاني بيجي إلا هون لا، ليه ما بعرف، هي اتفاقية علينا، هي شو عاملين معنا نحن ما بعرف. بدنا نحن هذا الموضوع ينحل بأقرب وقت، لأنه عم نعاني كثير من شراية المي. عم نشتري مي كل يوم أنا نشتري مي، كيف ودايرني علينا بالمي، يا متفقين شركة لون علي راضي متفق هو ودايرني، أو إنه المافيا اللي حواليها لعلي راضي، المافيا اللي حواليها، لأنه أكيد لما واحد عم تتسكر المي هون معناها في رئيس مثل المافيات، يعني مافيا المخدرات كيف؟ واحد بيمشي ورا واحد حتى توصل للرئيس الكبير، مين الرئيس الكبير بالشركة؟ إذا مش قادر يحاسب هو موظفينه فيتنحى أو بيكون شريك معهم. بالأول هذا قبل ما يحفروا كانت الأمور المي مضبوطة، حفروا وغمقوا وظبطوا، بعد المي عم تنقطع، صرنا 20 يوم مشترى مي مالحة، ريحة طالعة، الله أعلم شو هي، أمراض للأولاد بالبيت، أنا ماني مضطر، معاشي 675 ألف أنا. إذا كل يوم بدي اشتري 10 برميل طار معاشه. ولوح الأهالي باللجوء إلى التصعيد في حال لم تعد المياه إلى مجاريها. وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن يرعى افتتاح تشغيل بحيرة رأس العين في بعلبك في حضور رؤساء بلديات واتحادات وفعاليات المدينة. ونحن ننتظر أن تتحول الوعود الأخيرة التي سمعناها من المسؤولين إلى حقائق في الميدان وعلى الأرض من خلال العمل الذي يحقق الأمن ويحترم الإنسان الذي يحترم الأمن والقانون. وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر يتفقد الأضرار التي طالت حوض نهر العاصي في الهرمل. إن شاء الله أنه بكرة نقدر تتحدد الأضرار جميعا
واللواء خير بكره بعتقد انه موجود هون، رح نعمل جوله نحن وياه على كل الاضرار اللي حصلت في هذه المنطقه. دعوتنا للدوله للحكومه، طبعا هلا نحن في وقت حكومه تصريف اعمال، بس ولكن هذا امر طارئ، هذا من واجب رئيس الحكومه وكل المعنيين انه باسرع وقت اتخاذ القرارات اللازمه والضروريه للتعويض ولاعاده الحال الى ما كانت عليه ولو بالحد الادنى، حتى الناس ترجع تعيش بكرامتها وباستقرار. النائب نعمة فريم يشدد على أهمية تعزيز المدارس الرسمية وتكاملها مع المدارس الخاصة. وزعت جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في كسروان جوائز على الفائزين في مباراة رياضية كانت قد جرت بين طلاب المدارس الرسمية قبل الانتخابات النيابية، ذلك خلال حفل برعاية وحضور رئيس الجمعية النائب نعمة فريم وحشد من المعنيين. أنتم مثل أعلى لكيف الدولة والقطاع العام فيكون متميز، مش عطول نحن لازم نقبل أنه بس يكون قطاع عام منقول هيدا علامة فشل وهيدا بدنا نغيره. وأنا إذا في شيء استهواني وتحداني وخلاني فوت إلى الندوة البرلمانية هي أنه ننقل نجاح الفردي الخاص تبع كل لبناني ناجح إلى القطاع العام، تيصير القطاع العام هيك رمز. الموضوع المدارس الكاثوليكية والمدارس الخاصة اليوم عم تتعذب كتير وعم تعاني كتير بهالوضع الجديد. نحن كلنا سوا بدنا نقول المدرسة الرسمية أساسية وعمود فقري في لبنان، والمدرسة الخاصة كمان أساسية وعمود فقري في لبنان. بدنا سوا نكون حد بعض. أصدقاء المدرسة الرسمية من سنين برؤية الوالد والمؤسس جورج فريم شاف تكامل كتير غميق وكتير قريب بين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية، وهيدي كانت أول مبادرة صارت يمكن من كسروان بالتحديد مع الأصدقاء المدرسة الرسمية، بس صار في توأمة بين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية. وفي الختام وزعت الجوائز والميداليات على الفائزين. من ينقذ إبراهيم؟ اسمي إبراهيم أحمد محمد من جبل محسن طرابلس. كنت ببيتي أنا، كان في هدة يعني قاعد عم بركب حديد مشان أحمي أولادي، ملت إلا فاتت رصاصة بالحديدة وفاتت برقبتي هون، فاتت بعمود الفقري وصار معي شلل ثلاث أرباع جسمي يعني بنصب فوق صدري، وهون صار في عذاب لإلي، ما عذابي بقى أنا بحالتي بحياتي بقى، وبنيتي بهالحياة شو هي؟ إني أأمن أولادي. أنا يمكن اليوم على بكره بعد بكره ما بعرف، الله بياخذ أمانته. بتمنى من أي حدا عم يسمعنا يساعد بابا ليرجع مثل الأول وأحسن ونعيش حياة حلوة. وأنا بالنسبة للعملية سمعت إنه في عم يعملوا عمليات برا زرع خلايا وبكلف فوق $100,000، يعني أملي إنه يرجع أنا أرجع لحياتي الطبيعية، ما بدي أكثر من هيك. بعد الفاصل احتجاجات الأردن تتواصل. أهلا من جديد. التظاهرات تعم الأردن رفضا لسياسات الحكومة الاقتصادية، والملك عبدالله الثاني يدعو إلى حوار وطني شامل، ومجلس نقباء النقابات المهنية يدعو إلى إضراب شامل الأربعاء المقبل. لليوم الرابع على التوالي تستمر الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل الجديدة والسياسات الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من الأردن. وفي العاصمة عمان جدد المحتجون اعتصامهم أمام دار رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع وسط تواجد أمني كثيف في المنطقة، كما شهدت منطقة الشميسان اعتصاما احتجاجيا، ودعا المشاركون في الاعتصامين الحكومة إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية قائلين أن تلك السياسات تسببت بإفقار المواطن، ورفعوا مطالب تدعو الحكومة إلى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وعدم رفع الأسعار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي، مؤكدين أن أي تهاون من قبل النقابات تجاه مطالب الشعب الأردني لا يمثلهم.
وفي السياق أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، دعا العاهل الأردني الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب بالتهرب ويحسن كفاءة التحصيل. كما أرسل مجلس الأعيان توصيتين إلى العاهل الأردني، طلب منه فيهما سحب مشروع القانون وتشكيل لجنة حوار وطني لدراسة قانون جديد وعقد دورة استثنائية ليتمكن النواب من رده لمجلس الأعيان، وبالتالي يرده الأخير للحكومة لإعادة صياغته. وعلى خط الاحتجاجات، دخل مجلس نقباء النقابات المهنية فدعا إلى إضراب شامل الأربعاء المقبل، وأكدت نقابة الصحفيين الإضراب عن العمل في كل المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية. بحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية الاستقرار في سوق النفط خلال مكالمة هاتفية، واتفق الطرفان على أن الاستقرار أو استقرار الأسواق يصب في صالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وكان الأمير بن سلمان قد زار عمه الأمير مجرن بن عبد العزيز في منزله في جدة، يرافقه نجله الأمير سلمان بن محمد بن سلمان، وأظهر فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول ولي العهد مع ابنه إلى منزل الأمير مجرن الذي خرج لاستقبالهما. وقبل الأمير محمد يد عمه بحرارة، بينما رحب الأخير بالضيفين وقال لنجل ولي العهد: أنا عم أبوك وأخ جدك. وبعد ذلك اصطحبهما إلى داخل المنزل قائلا: نور البيت. الأخبار الفنية في تقرير لدارين شاهين. مرحبا، لليوم نشرتنا الفنية غنية بالأخبار العالمية المحلية والعربية، منتابع سوا. عبرت الفنانة أصالة نصري بكلمات شاعرية في تغريدة على تويتر بأنها سوف تحيي حفلا غنائيا في السعودية، وتحديدا في الرياض في 20 من الشهر الجاري، وكتبت: في الرياض تتجدد روحي دائما، وهناك عائلتي الكبيرة، وهناك بدأت، وهناك صوتي يعود طفلا ليرمي نفسه في قلوب تعلقت أنا بها. أول حفل جماهيري لي في حبيبة الرياض، وسنلتقي هناك في موعدنا لنجدد الفرح. حالة من الصدمة يعيشها محبو المغنية العالمية ريهانا بعد حديث الكثير من التقارير الإعلامية الأمريكية عن انفصالها عن حبيبها المليونير السعودي حسن جميل. وبحسب مجلة ألف، فأن علاقة ريهانا بجميل انتهت بعد حوالي السنة. كشف الممثل السوري ماكسيم خليل عبر انستغرام عن استعداده لخوض تجربة تمثيلية على الصعيد العالمي. مسلسل إيدن من إنتاج شركة أتلانتيك وإخراج المخرج دومينيك مول. محلياً، أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سميحة عن تصويرها فيديو كليب لأغنية من ألبومها ذكريات، وأغنية جديدة ما زالت تعمل عليها. هيدا كان كل شيء. باي. التواصل الاجتماعي مع نور صومة. مرحبا، نبدأ أخبارنا مع فيديو سبب موجة غضب على فيسبوك لحفلة نهاية العام الدراسي بالمعهد الأنطوني. اتضمنت مجموعة سكتشات عن مختلف المناطق اللبنانية والأحزاب. بالفيديو يلي انتشر بيظهروا تلميذ المدرسة بمقطع عم بيحكوا باللهجة البقعية، ويتشاوروا عن زراعة الحشيش ويحكوا بالصواريخ وغيرها، الشيء اللي أثار جدل واسع مش بس عند الأهل يلي انسمعت ردة فعلهم، إنما عند الناشطين على السوشيال ميديا يلي أغلبيتهم اعتبر إنه المدارس مش لازم تدخل تلميذ بهيك مواضيع. من ضمنهم حسن بزي اللي اعتقد انه هيدي تربية المدرسة للتلميذ، التهكم على اهل بعلبك والساق تهمة الحشيشة فيهم جميعا. ونضال سأل اذا هيك مشهد تمثيلي باضخم المدارس ما بيعمل حرب اهلية، كما انه كتار دافعوا عن اهل بعلبك واعتبروا هالفعل بيعلم الطلاب على العنصرية والطائفية. كل انواع الحشيش فيه ومن شرع كمان.
شادين بالاخير نحن مش عم نسرق صواريخ. ننتقل لفيديو مؤثر نشره أحد الناشطين اللبنانيين على تويتر، لقى تفاعل إيجابي وتم نشره على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو أثر باللبنانيين خاصة الغاضبين على الاستهتار بالجنسية اللبنانية يلي عم نشوفه بالفترة الأخيرة، وبالفيديو بيظهر بائع أعلام عدد من البلدان وزبون عم بيشتري هالأعلام، ولما طلب العلم اللبناني يلي معلق جاوبوا البائع هيدا العلم مش للبيع. خمسة برازيل، أربعة ألمانيا، وثلاثة أرجنتين إذا بتريد. خمسة ألمانيا. خلينا نسافر لألنا 100% وحياتك مضمونة خلص. إسبانيا. خليك. بتعزبش. قلت اليوم كلهم إذا بتريد، كلهم. كلهم؟ كلهم. يا صبي أعطيهم كلهم. عنا وعندنا، وحتى رح تخسر. رح تخسر. 45. قلت لك كلهم. روح حبيبي. هذا العالم مش للبيع. لهون منكون وصلنا لنهاية ترندز يلي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت لهذا اليوم: تراجع تدريجي في التجنيس بعد تجميد العمل بالمرسوم. أيضا في النهار: الأسد يزور كوريا الشمالية وحسم صفقة الجنوب. ننتقل إلى صحيفة الأخبار. لجنة مشتركة بين التيار وحزب الله لملاحقة الفساد، مرسوم التجنيس تجميد وتدقيق، فساد أوجيرو إلى التفتيش. في عناوين الأنوار لهذا اليوم: مرسوم التجنيس يواجه بالطعن والحملات، والحريري ضد النقار السياسي. بوتين ومحمد بن زايد يوقعان اتفاقية بين الإمارات وروسيا. السيسي يقسم اليمين في البرلمان المصري. حكومة دمشق تسعى لدخول جنوب سوريا. ننتقل إلى صحيفة الديار. السيد نصر الله يضع ثقله لإطلاق ورشة الدولة على قاعدة المؤسسات ومنع الفساد. مفاوضات للتفاهم مع جملاط وبسيل بعد اجتماعه مع نصر الله سيصبح انضباطيا. ضجة التجنيس في غير محلها ومضرة بالعلاقة اللبنانية السورية. في عناوين صحيفة المستقبل: رعى إفطار المستقبل مؤكدا أن الناس يهمهم الاستقرار لا وزير بالزائد أو بالناقص. الحريري عازم على الإصلاح وجع ساعة. خارطة الطريق من المعارضة لجنوب سوريا: تركيا وإيران تخنقان العراق بالماء. في عناوين البناء: سوريا وحلفاؤها للفوز بمعركة الجنوب لتفكيك قاعدة التنف الأمريكية وبلوغ الجيش الحدود. مرسوم التجنيس إلى الوراء در نحو الأمن العام والمعلم القانون 10 لإعادة تكوين سجلات. نصر الله للتنسيق مع باسيل وجملاط، والحريري عاد بلا دعم سعودي وأزمة القوات باقية. في صحيفة اللواء لهذا اليوم: أسبوع اختبار النيات، حزب الله يستعجل التأليف. تكليف إبراهيم تنظيف مرسوم التجنيس والجميل في الداخلية اليوم، وبكركي تؤيد الاعتراض. اغتيال الاحتلال للمسعف النجار، استغلال للتغطية الأمريكية. واشنطن تستخدم الفيتو ضد حماية الفلسطينيين. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية: ضجة التجنيس وعقبات التأليف. أيضا في الجمهورية: حكومة التحديات لا التحدي، مؤشرات مقلقة للعهد، فهل يبادر إلى التصحيح؟ القوات تلوح بكشف الورقة السرية. في صحيفة الشرق الأوسط أخيرا: استنفار رسمي أردني لاحتواء الاحتجاجات، التزام سعودي بريطاني بمواجهة النشاط الإيراني، الميليشيات تتكبد أكثر من 100 قتيل في الحديدة، تهديد حوثي بإفشال مهمة جريفيث. كان في النشرة الحريري في إفطار المستقبل للإسراع في تشكيل الحكومة. ناس بدها فريق عمل للشغل مش للنقار السياسي. مرسوم الجنسية يدخل مرحلة الفحوص الأمنية وتحضيرات للطعن. أي شيء بي من أي نوع كان رح يكون موضوع طعن بهالمرسوم. مكتسبات الجنسية اللبنانية
فتح الحساب. هؤلاء لماذا يريدون أن يحملوا الجنسية اللبنانية؟ أبو فعور لن نقبل بتحويل الجنسية إلى سلعة. هذا المرسوم لن يمر مرور الكرام. الشاطئ العام وجه أبيض في سور وأسود في بيروت. طقس كتير حلو، البحر كتير نظيف، والولاد على الشط والمجاريح حلوة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. هذا كان كل شيء في نشرتنا، إلى اللقاء في الحدث عند 10:30.